بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، أصحاب الفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على استضافة هذه القمة، وأن أشيد بحرصكم على دعم مسيرة العمل العربي المشترك. وأن أتقدم بالشكر أيضا إلى فخامة الرئيس قيس سعيد والجمهورية التونسية الشقيقة على جهودكم الكبيرة في تحمل مسؤولية رئاسة الدورة السابقة. كما أشكر جامعة الدول العربية على تنظيم هذه القمة وعلى الجهود في متابعة قرارات القمم السابقة وتوصياتها. أصحاب الفخامة والسمو، حان الوقت لنعمل معا للوصول إلى شبكات تعاون اقتصادية عربية حقيقية وفعالة لتضع دولنا في مكانها على خارطة الاقتصاد العالمي. فالأزمات التي يشهدها العالم مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية تتطلب منا عملا عربيا تكامليا لمواجهتها، خاصة وأن أثارها من ارتفاع لأسعار الطاقة والغذاء وكلف خدمة المديونيات العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي تهد استقرار الدول وأمنها المجتمعي. ولأن تحدياتنا متشابهة وفرصنا مشتركة، فلا بد من الاستفادة من الإمكانيات الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة. فقد بات الأمن الغذائي وتعزيز مصادر المياه والطاقة في طليعة التحديات العالمية، وهو ما يفرض علينا البناء على نقاط القوة في كل بلد عربي شقيق لتصبح قوة لبلداننا كافة. إن الموارد الطبيعية الهائلة في العالم العربي والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة إلى الاتفاقيات العربية التجارية مع العالم وشبابنا بما يمثلون من قوة بشرية كبيرة، كلها عوامل إن تم استثمارها ستقودنا نحو النهضة الاقتصادية وتصنع المستقبل الأفضل والازدهار لشعوبنا. أصحاب الفخامة والسمو، لا يزال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية خياراً الاستراتيجي، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وواجبنا كدول عربية تكثيف جهودنا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لاستئناف عملية السلام ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم. أما القدس فهي مركز وحدتنا ودفاعنا المشترك عن هوية الأمة بأكملها، والأردن وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها سيستمر بالتعاون معكم ومع أشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية بدوره التاريخي في حماية المقدسات ورعايتها. أصحاب الفخامة والسمو، إن استقرار وأمن العراق الشقيق ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وواجب علينا دعم الأشقاء في العراق لتمكينه من التقدم نحو المزيد من الاستقرار والإنجاز والعودة إلى دوره الرئيسي في محيطه العربي. أما بالنسبة للشقيقة سوريا، فلا بديل عن عمل جماعي لإيجاد حل سياسي يشمل جميع مكونات الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً، ويكفل العودة الطوعية الآمنة للاجئين. وكذلك لا بد من حلول
تعيد الأمن والاستقرار لأشقائنا في اليمن وليبيا. فالاستقرار شرط للمستقبل المشرق الذي نريد، وعلينا جميعا تقع المسؤولية في حل أزماتنا العربية. أصحاب الفخامة والسمو، إن شعوبنا الشابة النابضة بالحياة والأحلام أمانة في أعناقنا، وعلينا توفير الفرص التي تنمي إمكاناتهم وتطلق إبداعاتهم ليساهموا في بناء المستقبل الواعد في بلادهم، ويكون قوة مؤثرة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة لما فيه الخير لمنطقتنا وعالمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.